ان النجاح لا يمكن ان ينال بالتقاعس والخمور والكسل. احذر من قتل الطموح بالياس، فالانسان الذي يحمل الياس بين جانبيه لا يمكنه ان يحقق نجاحا ورقيا. غير نظرتك الى الاشياء التي من حولك تتغير حياتك. الايمان بالشيء هو ما يجعله يحدث. اللحظة التي والآن أدعو إلى المنصة لتسليم الشهادات السيد مدير المدرسة الأستاذ سليم عمرية، الأستاذ صالح، السيد مين؟ الأستاذ صالح منقول. تفضل أستاذ صالح، تفضل أنت على الرأس والعين. أستاذ صالح تفضل. طيب إذا سمحتوا لي بدي أشكر أستاذ صالح على أنه جاء على الحفلة، لأن أستاذ صالح عمل عملية قسطرة. אביב טולדנו.